اتفرجت على مراكز تدريب إقليمية وعالمية، لكن نموذج الفريق اللي أنا شفته في فلسطين هو مفخرة لمن قام على هذا الجهد، مفخرة لمن شاركوا، ومفخرة لدولة فلسطين. شفت أولاً إدارة متكاملة بمفاهيم متكاملة واضحة، بحتى زيها ولبسها ونظامها وترتيبها وهيكلها. شفت كمان كيف إحنا ممكن نستضيف أشقائنا، سواء شركائنا على المستوى الإقليمي أو شركائنا على المستوى الدولي، وإنه إحنا هذا نموذج مش وطني محلي، هذا نموذج دولي. شفت برنامج كمان، برنامج الكودينج اللي بتم العمل عليه. شفت المتدربين اليوم هم بصفوة شباب صغار في العمر، لكن عندهم أفق واضح، عندهم رغبة في التدريب، وهذول راح يكونوا جزء أصيل من صناعة التغيير الحقيقي اللي إحنا بنعول عليه. اسمحوا لي أتوجه بالشكر كمان لكوريا اللي بنت هذا. شكرا لكل من وضع بصمة إصبع تجاه محافظة على هذا الصرع، وأنا مع هذا بتمنى هذا الصرع نضل محافظين عليه بنفس سياقه، ألا يخرج عن سياقه الإداري، سياقه الوطني، سياقه الاجتماعي، أن يتم الحفاظ عليه في إطار التكاملية وفي إطار بناء أغلى ما نملك ألا وهو الإنسان. من هون أنا كل ما قلتيه معليكي محل تقدير واحترام، وأيضا يحفز مواردنا البشرية، لكن بوجودك أنا بقول لكل إخواني ما زلنا نريد أن نصنع ما هو أهم مما صنع. نحن نعمل وفق أولويات لها علاقة بالمواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني هو محور اهتمام، وهو الذي نسعى لتحقيق دائما مستوى أعلى من رضا حول الخدمات والمؤسسات التي تتبع الدولة. وبعتقد علينا أن نبني أهم المؤسسات وأفخم المؤسسات للدولة، ونسكن ونعيش في أبسط البيوت.